من بعد عودة أنس الشايب إلى دبي، والجمهور ينتظر لقاء يجمع بين أنس وبيسان بعد انفصالهم، خاصة وأنهم عايشين كتير قراب من بعض بدبي، وعندهم عدة أصدقاء مشتركين وأكثرهم مو فلوكس. ومن بعد هذا الانتظار، فاجأ أنس الشايب الجميع بستوري انستغرام رفقة لانا روز أخت مو فلوكس. هذا الستوري اللي اعتبره البعض رسالة لبيسان، خاصة من بعد ما صرح أنس ببعض المقابلات سابقا أنه إذا ما كان يصور مع بيسان حيختار أنه يصور مع لانا روز بدالها، وحيحقق تقريبا نفس النجاح اللي حققه مع بيسان. أما البعض الآخر فاعتبر هذا الستوري رمز جيد لنهاية خلاف أنس وبيسان، وشاف الجمهور أنه ممكن مو فلوكس وأخته لانا يجمعوا أنس وبيسان من جديد، وخاصة بفيديوهات مو على يوتيوب مثل السابق. فشو رأيكم أنتو؟ هل هذا رمز لصلح أنس وبيسان ونرجع نشوفهم مع بعض مثل السابق أم لا؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. من بعد غياب أكثر من 3 أشهر راح أشوف لانا روز. Hey, how are you guys? Miss you, لانا. Yeah, I miss you and I miss everyone that's watching. I know it's a long time. ما فهموش إيش عليكي. Welcome to Dubai, صح؟ Yeah, welcome. بدنا نولعها. كمان هون عنا مامي ما. Miss you, أنا. كثير مشوار. كثير كثير والله. حبيبتي مامي. بدنا نولع اليوتيوب لنفجر الدنيا. لا 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 What? What?